طيبة تحكي عنك والكل يشوفك ويزقفك. فلتكر رح نكتش عيون الجنة. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الأعزاء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج المواهب الأضخم في عالمنا العربي للأطفال. اليوم في الحلقة الرابعة من هذا البرنامج من تصفيات برنامج كنز، إحنا وياكم موجودين على مسرح كنز. طبعا تفاعل كبير في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذا البرنامج، وتفاعل رائع مع الكنوز الرائعين اللي موجودين معنا. اليوم إحنا وياكم أكيد مشتاقين وناطرين، عم نستنى حتى نشوف كنوزنا الرائعين عم يقفوا أمامنا حتى يأدوا في يومهم الرابع. وأكيد إحنا وياكم عم نستنى لحظة اختيار لجنة التحكيم لتقييم الأطفال. اسمحوا لي في البداية أن أرحب أنا وياكم في أعضاء لجنة التحكيم. بداية نرحب بأستاذ لجنة التحكيم الأستاذ خالد مقداد. تحية للأستاذ خالد. يا مرحبا بك. يا مرحبا أستاذ إبراهيم، أسعد الله مساءك. الله يسلمك. يا أهلا وسهلا فيك. ومن بعد أستاذ خالد اسمحوا لنا أن نرحب بالفنان اللطيف مراد شريف. تحية للأستاذ مراد. أهلا وسهلا للجميع، يعطيكم العافية. ومن بعد الأستاذ مراد أكيد معنا الأستاذ براء لعوية. تحية أستاذ براء، يا مرحبا فيك. تحياتي وأشواقي. أستاذ خالد، كانت لك كلمة في بداية الحلقة حول الحلقة الرابعة أداء الأطفال، قبل ما نرحب فيهم على مسرحنا نسمع منك كيف كانت الأيام الماضية وكيف استعدادهم بما أن عم نقرب للحظة النهائية اللي حتكون إما الحلقة القادمة أو اللي بعدها إن شاء الله في اختيار كنز طيور الجنة للعام 2016. بدي أجدد التحية مرة تانية لكل كنوزنا ونجومنا اللي أتحفونا في هالبرنامج الجميل اللطيف بوجودهم. الحقيقة كل حلقة أصعب من اللي قبلها، يعني فعليا عم تصعب الأمور. في البداية كان في أصوات متباينة، شيء أقوى من شيء أداء أحسن من شيء. كل يوم عم تتخربط المعادلة، يعني حتى توقعاتنا بتطلع غير دقيقة. كل حلقة بتطلع شيء حسب أداء الأطفال على المسرح. فهلأ عم تصفى الأمور شوي 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 لحتى نوصل للكنز الموسم الرابع. بتزداد صعوبة، بتزداد حيرة إحنا كمان، لأنه مرة هاي القرار لجنة الحكم. لكن في النهاية إحنا بنبذل اللي مطلوب منا وبنجتهد ونتفائل إن شاء الله نطلع بالشيء اللي يرضي جمهورنا بإذن الله. إن شاء الله منرحب فيكم لجنة التحكيم في هذا اليوم الجميل، وأكيد إحنا وياكم عم نستنى كنوزنا الرائعين لحتى يشرفونا على المسرح. نرحب إحنا وياكم في الكنوز الرائعين، تفضلوا يا حلوين إلى مسرحنا. ستة من الكنوز من أروع وألمع وأحلى كنوز عالمنا العربي اليوم موجودين معنا، حيأدوا ويغنوا ويسمعونا ويطربونا، حنفرح معاهم ونعيش معاهم أحلى اللحظات والدقائق بمواهبهم الفنية الرائعة. وبعدها أكيد حنشتاق لتقييم لجنة التحكيم، حنبدأ معاهم بعد ما نشوف كيف كان أدائهم في الحلقة الماضية من برنامج كنز. خلونا نتابع هذا التقرير. أهلا نجامة ورجالة جبارة والقوة.
القدس العاصمة والأقصى عالمها، إن شاء الله تجمعنا يا ربي بديارة. خصموا من ثلاث أيام، قال ما عندي الوقت احترام، تويتر فيسبوك وإنستغرام أخذوا وقتي مية المية، واللي ما عم يسمع كلمة شوفوا كيف تجاوز همه، عم يقرا ويتكلم مثلي وكلامي من تم فهمه، من حقيقي نفخر فيه. والدكتور اللي ساعدنا نتجاوز مرضه غادرتنا في هذه الليلة بنت المغرب سلسبيل لمين، تحية لها. شكرا لهذه الابتسامة والروح الرياضية والثقة بالنفس من سلسبيل لمين ومن كل كنوزنا الرائعين. سلسبيل، يا سلسبيل، الحمد لله. كيف شعورك لما طلعت؟ الحمد لله. صح زعلانة بس برضو انتي شفناك تقبلتي الموضوع بروح رياضية، صح؟ فيها خير ولسه انتي مشوارك طويل، صح؟ شو بتوجه كلمة لإكرام؟ كنقول لها بقى عندك مسيرة طويلة بزاف، واصلا هي بقى عندها 11 عام وبرنامج كنز كي طلت 12 عام، ان شاء الله كنت من لها مسيرة موفقة. يا زينب شو بتوجه لك؟ انا بقول لها انه بعد قدامك فرص، لأن مثل ما قالت إكرام عمرك 11 فيك السنة الجاية تقدمي، وأنت صوتك كتير حلو وعندك شي حلو على المسرح. التجربة ديالي في كنز كانت زوينة، تعرفت على بزاف الناس، شفت النجوم ديال قناة الجنة، يعني غادي يشوفوني بزاف الناس في التلفازة، وخذيت فكرة زوينة على القناة. لما أعلنوا عن اسمي وقالوا لي غادي نخرج عادي، لأن البرنامج هاد هي الطبيعة ديال البرنامج ديال كنز. الكنوز الآخرين كنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وكل شيء، واخا غادروا بزاف الناس تبقاو كنوز، والأفضل غادي يفوز إن شاء الله. سلسبيل أيضا من الأصوات اللي اخترناها من المغرب، وهي صوت جميل وقوي، صاحبة باور عالي، أداء برضو جيد جدا، كانت متوترة في أحد البرايمات مما أثر على أدائها، ولكن صوت وقدرة لها كل التقدير والاحترام. بتمنى لها أيضا التوفيق في حياتها الفنية كثيرا. سلسبيل لمين كمان من أصوات المغربية الحلوة اللي كانت بتكون واقفة على المسرح، ويعني لها حضور حلو، احيانا بيكون شوية خجل من خلال اداء، هذا كان بينعكس برضو على رأي لجنة التحكيم. بشد على ايديها لسلسبيل، بقول لها عن جد عندك شيء جميل يا سلسبيل، والى الامام. إذن بهذا الإبداع وهذا الأداء الرائع شفنا كيف كان الكنوز كانوا عم بيأدوا على مسرحنا اليوم. حابين نسمع منهم كلمة سريعة. مؤمن، كيف كانت اللحظات الماضية وكيف استعدادك لهذه الليلة؟ استعدادي جيد. باسل العدوان، حنطرب اللجنة مثل ما أطربناهم والمشاهدين مثل برايم الماضي إن شاء الله. إيش بتحب تقول للجنة التحكيم؟ بحب أقولهم إنه اليوم بدي أغني غنية بالسلامة، وبتمنى إنهم يعجبهم أدائي ويختاروني إن شاء الله. وياسين، الحلقة الماضية كانت في عنا بعض الملاحظات الفنية اللي أعطونا إياها لجنة التحكيم، اليوم حنتدارك كل هذه الملاحظات. نعم. الجمهور اللي عم بيشاهدونا خلف الشاشات إيش بنقولهم؟ يعني ما في نقولهم شيء. ولا شيء حتقولهم؟ في تفاعل كان كبير على الكنوز
كاملين ومن ضمنهم ياسين على مواقع التواصل الاجتماعي، ايش بنقول لهدول الناس كلمة شكر لهم؟ صراحة انا بتشكرهم على هذا التشجيع، ويعني حتى انه على المساندة، يعني لانه كثير يعني شجعوني على اني اطلع وانه اشتغل صح واذل الجماهير واذل لجنة التحكيم خاصة يعني. شكرا يا ياسين. والبنوتات الرائعات هاجر، ايش بنقول لاهل المغرب اللي بتابعونا هلا، ايش حتحبي تقولي لهم؟ بغيت نقول للجمهور المغربي اللي كيتفرج فيا داخل الوطن او خارج الوطن عامه، كنبغي نقول ليه يا ربي يا ربي نبقاو بالمحبه تجمعنا، وانا نبغي كل البلدان يعني منهم بلاد المغرب اللي بحبه كثير، كل حبي لبلادي ولأهل بلادي إن شاء الله. وأكيد هم عم بيحبوك يا هاجر. زينب، التوتر يوم عن يوم عم بيقل والأداء عم بيتحسن، اليوم جاهزين شيء إن شاء الله جميل؟ أكيد مجهزة شيء كتير حلو، وبدي أنه خلي طلع كل شيء عندي علشان أتأهل وإن شاء الله رب أطلع الكامل. إكرام، نختم معاكي، استعدادنا لهاي الليلة إن شاء الله منيحة؟ مزيانة يا رب، ربنا يوفقكم جميعا. إذا الكنوز حيسمعونا أدائهم بعد ما نشكر أكيد رعاة هذا البرنامج، شركة الوفاق ممثلة في بورغات اللي عم نعيش معهم أحلى اللحظات بالقمي، وأيضا عصير سانتوب وعصير جنا ومطاعم مقدادو. فاصل، من بعده راجعين لظهور طفلين صغيرين رائعين مميزين، احنا وياكم رح نرجع لأنا جاد وإياد من طيور الجنة بعد البريك. Yeah.
يا عيني عليكم يا جاد وإياد، يا ما أحلاكم وأزكاكم وإلكم أنتوا كمان تحيتنا، برافو عليكم يا جاد وإياد. وهذا الميكروفون لمين؟ لا إلي أنا؟ وهذا اللي معي لمين؟ لا إلك. قول لبابا إلك تحيتنا. بابا إلك تحيتنا. تحية لعمو خالد، وأنت قول تحية للمشاهدين. تحية للمشاهدين. عيني عليك يا عيني عليك. شكرا لجادو وإيادو على هذا الأداء. ومن بعد جاد وإياد حنبدأ مع كنوزنا الرائعين، أول كنز معنا لهذه الليلة من المغرب العربي إكرام حمدنا، حنشوفها على المسرح بعد التقرير. يا سلام عليك يا إكرام، أنا هاي الغنية كتير حبيتها على صوتها، حتى سمعت اليوم تدريب كتير راب على صوتك وكتير متقن اللحن وأجدتي كتير بصراحة، وعربك كتير هيك راكزة ومحسوبة، أنا حبيت الغنية كتير منها وبعطيك 100% اليوم. إكرام صوتك خرافي مثل ما بيحكوا، وخيالي ما شاء الله عليك، يعني أبهرتينا. إكرام صوتها قديم وقدير، اثنين مع بعض. يا عيني برافو. شيل الخاطيه ركب الموج حبه عيني هلا
هاجر من وجوز الموت لك بالموج حبت عيني هاجر من وجوز الموت لحدا يحمي لك بالموج حبت عيني هلا هلا هاجر من وجوز الموت لحدا يحمي يا سلام عليك يا إكرام تحية لأداء إكرام حمدنا من المغرب ومع صاحب ركب الموج حبة عيني عمو براء كيف كان أداء إكرام في ركب الموج؟ بداية إكرام يعني هي من أحب الأغاني آخر غنية إلي كانت وبس من أحب الأغاني لقلبي يعني لحنا وكلماتا وموضوعا يعني بتحكي عن معاناة كتير قوية معاناة اللاجئين خاصة السوريين حاليا في البحر وكذا فهي مؤثرة جدا ولحنا يمكن لحن الصبا الحزين أديتيها بشكل جيد رائع أنا كنت متوقع أقوى من هيك يعني أسمعتك شو اسمه تصفيات المرحلة الثانية بالتصفيات المرحلة الثانية كانت فيها عرب أكثر وحركات أكثر يمكن لما نمشي مع إيقاع أو بحدنا سرعة معينة ما بيتحكم فينا أكثر بس أدتيها بشكل رائع بس بتوقع أفضل من هيك وشكرا لك شكرا يا عمو براء أستاذ خالد كيف كان أداء إكرام أنا عجبني بصراحة أي نعم وحسيتها عايشة الأغنية وبتأديها من قلب من قلب أي كلمة خليجية شايف كيف فبصراحة حبيت أدائها عاشت وعيشتنا هذا الجو اللي فيه يعني نبرة الحزن هذه يعني إن شاء الله إنها ما تطول وإنها يعني تزول عن قريب إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك يا إكرام أبدعتي عملت شيء حلو برافو عليك شكرا يا إكرام عمو مراد أداء إكرام كيف كان في ركب الموج يعني أنا بوافق الأستاذ براء والأستاذ أبو الوليد في النقطتين اللي حكوهن أدائك جميل كان جميل أدائك وموفقة إحساسك وصلني يعطيك شكرا يا عمو مراد حنسمع كلمة من إكرام للجنة إيش بتقولهم بدي أشكرهم على الملاحظات الجميلة أشكر عمو براء لأن أعطاني نقاط ضعف ديالي أشكر عمو خالد وعمو مراد طيب شكرا يا إكرام تفضل يا إكرام نتمنى لك التوفيق والآن أنتوا حكموا إحنا حنشوف تقرير عن كنزنا الثاني مؤمن الجناني من لبنان تلقت تدريبات للإنشاد في مسجد القابل الوليد الرفيد عند الأستاذ عبد الرحمن الساسة والقرآن كمان نفس الشيء نحن شجعناه أهله وهو كان حابب عنده هي أعلم صار المركب ناساني صاروا دمعي ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيما والهانا يتيما والهانا لحظة بالبرايم الثالث لما حكى عم إبراهيم
اسمي فرتعات يعني حسيت حالي طلعت يعني عاش فيني هدت بالأرض. بسأل إنه مرعوب أم كأم فجأت مؤمن متوتر أتمنى للفئات البقايا النجاح والتفوق دائما. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق. يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي. يا مؤمن أنت فنان وبدي اسميك بلبل لبنان. الله الله مؤمن يا ربي الله يحميك ونروح انا وياك الجنه. اليوم ابدعت وتالقت كالعاده. عم يجتهد اجتهادات بتخلي اللحن اجمل وبترفع من مستوى اللحن ايضا. ممتاز جدا يعني متمكن كتير وبنفس الوقت السهل الممتنع بيسموه لما بتأدي. وما بعرف ليش بحس هيك ما شاء الله الوالدة رضياني عليك كتير فهيك الرضا نازل على وشك ما شاء الله. صلي
يا مؤمن يا فنان قلبت لنا المسرح جنان، يا عيني عليك يا عيني عليك. تحية لمؤمن الجناني من لبنان. اتفضل يا أستاذ مراد، معاك أول شخص تبدأ بتقييم أداء مؤمن. عمو خالد سماك بلبل لبنان، أنا بضيف لك بلبل لبنان وكل البلدان، يعطيك العافية. برافو. مؤمن، أنا صدقا صدقا صدقا، هاي توكيد لفظي كمان. هاي مش شعر أكيد، بلاش تفكروني بحكي شعر. صدقا صدقا صدقا، ما شفت لغاية الآن أبدا على مسرح كنز طفل بغني بالتمكن اللي عند مؤمن. يا سلام، تحية لمؤمن. عم بعيش اللحن بكل ما فيه من وجدان، ابتسامة، خفة دم، حركة غريبة على المسرح، بحس قلبي بنط معه، عمال بده يطلع بده يجي عنده على المسرح. يعطيك العافية، أبدعت ما شاء الله عليك. شكرا يا أستاذ مراد. أستاذ خالد، أداء بلبل لبنان. بتعرف هاي لما بقوله يعجز اللسان عن التعبير، هلأ اللسان فعلا بيعجز عن التعبير عن إبداع مؤمن. يعني مؤمن بدنا نسميه مؤمن أستاذ الفن، هيك نحكي له هاكي، لأنه بصراحة ومش بس هلأ بقول لك هو بلبل لبنان وإيش سميته وكل لا، أنا بقول لك أنت بلبل كل مكان وزمان. هاكي تمام، يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، كل مرة عم تعطينا شيء أحلى من اللي قبله وأكثر من لون، ودبحتنا يعني، كنا ترى نايمين هلا صحينا على إبداعك يعني، صح صحنا هلا وهلا نحن وياك بإذن الله، إذا الله يسر إن شاء الله، قول يا رب ما بعرف إمتى، بإذن الله عن قريب نطلع نصلي في الأقصى إحنا وياك إن شاء الله. الله يا رب إن شاء الله، كل التوفيق. شكرا يا عمو خالد. الأستاذ براء، يعني ما شاء الله الشباب كفوا وفوا فعلا، أنا مؤمن حاولت لقي له غلطة هيك نزلة هيك بالغلط، الأفلات اللي بيحكي عليها دائما ما بصراحة ما قدرت صراحة، ما شاء الله ماسك اللحن تماما والأداء رائع، وحتى التصرفات باللحن كتير 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 حلوة، يعني لولا أني حخرب برنامج كنت طلعت هلأ بستو. يعطيك العافية يا مؤمن. شكرا يا أستاذ براء. مؤمن، إيش بتحب تقول للأساتذة في لجنة التحكيم؟ بقول لهم شكرا على مساندتي، شكرا للشعب، الجمهور اللي سندني بالحماس. ربي يوفقك يا مؤمن، عم بيستناك على الصوم في غرفة النجوم، تفضل. أكيد إحنا عم نتكلم عن مواهب للأطفال، كل يوم عن يوم برايم بعد برايم عم بيتقدموا، كيف شايفهم هلأ بعد يعني مرور 4 برايمات على برنامج كنز؟ يعني شايف لك صارت مثل تصفيات النهائية لكرة قدم ولا شيء، ولا شو بتحكوا أنتوا، كلاسيكو ولا ما بعرف شو، ولا هذيك شيء ثاني سوبر، هاي 8 والرباعي واللي ما بعرف شو. تمام، يعني فعلا المنافسة عم تشتد، وفعلا هم عم بيشعروا بالتحدي وعم بيبذلوا جهد كبير، يعني عجيب الله يكون بعونهم يكون بعوننا، لأنه عم نحتار أكثر إحنا، ويمكن البرايم الأخير ما نحضر أصلا لأنه مش عارفين شو راح نختاره صراحة. المشكلة أن تختار ما بين الجميل والأجمل، ما شاء الله. أكيد أكيد. عصوم عم يستنانا في غرفة النجوم، الميكروفون والهواء معك يا معتصم. بنرحب فيكم من جديد بغرفة النجوم، معنا اليوم إكرام ومؤمن وبورقات طبعا. إكرام هذا معانا في التصفيات يا عصوم، أهم إشي هذا راعي. تفضل يا معتصم. إكرام، لو أنت طلعتي من البرنامج لا سمح الله، شو بيكون شعورك؟ رح تزعل شوي. رح تزعل شوي بس رح تقبليها بروح رياضية. ما حد زعل كتير. شوي. طيب كيف كنت شايفة أدائك بالبرامات اللي قبل؟ الحمد لله. كل يوم ما شاء الله بتتحسني وبتزدادي تألق. صح؟ الله يوفقك يا إكرام. مؤمن كيف حالك؟ الحمد لله. سمعت اللجنة عمو مراد وعمو براء وعمو خالد كتير أشادوا بأدائك وقال أدائك كتير حلو. إن شاء الله إذا تأهلت لبرامات الجاي راح تأدي أحسن ويعني بتألق أكتر. إيه أكيد. نعم، نتمنى لكم التوفيق يا إكرام ويا مؤمن. نرجع لك عمو إبراهيم. معك يا معتصم، معك، أحسنت، تحية لك ولي الكنوز الرائعين الموجودين معك، وتحية لبورقات راعي برنامج كنز هو وكل الرعاة سانتوب، وكذلك
عصير جنى ومطاعم مقداده. تعالوا لنشوف بريك ومن بعد نرجع ونواصل حلقتنا لهذا اليوم، خليكم معنا. يا جنى ما حننام، حنضل صحيين أكيد ومتنشطين إحنا وياكي. تحية لك يا جنى وللزهرات الجميلات اللي شاركونا في هذا الاستعراض. شكرا يا جنى. نمتي ولا صحيتي؟ نسيت. ما في نوم؟ لا. برنامج كان شغال ما في نوم. أه. تحية لجنى مقداد وللرائعات اللي كانوا موجودين معاها وللمدربة نهال إليلات على هذا التدريب الجميل. تقريرنا حيكون لباسل العدوان من الأردن ومن بعدها نسمع أداؤه. يلا للتقرير. أكثر لحظة راح أشتاقها لما مرحلة الاختياري، لما حكى عمو خالد بس العدوان تأهل معنا للمرحلة النهائية. عصبي باسل من النوعية العصبية، لكن هو في إيجابية إنه أمام الناس وأمام الجمهور يعني بيكون جدا لطيف ومؤدب، وهي الملاحظة دائما بسمعها بحبها، يعني إنه بطرب فيها كمان إنه كثير المدرسين بيحكوا لي إنه باسل مؤدب، الكل بحب يتعامل مع باسل يشعر إنه هو إنسان مؤدب، ففي البيت يعني إحنا بنحكي له خليك على طبيعتك مثل ما أنت. علت والبير وبتلاحم حولي على الخليل وخذني من كرمها في بير السابع الرابع سلم لي يا أريحة بنخلها وكرمها. من إبداعه ما يعني تملكنا حالنا فقمنا ندبك، يعني بالرغم إنه صوت مبحوح بس قمت أدبك.
يا باسل يا عدوان في فنك أنا هيمان. الله الله. يعني هو باسل اللي عودنا في البرايمات السابقة والآن إنه هو فعلا طير طاير عم يطير عم يطير بأدائه بثقته بنفسه العالية. أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير إني في القيامة تعفو عني. يا غالي يا دموع العين سكبة عن الدنيا أنا مالي. سلام حبيبي يا بابا تروح وترجع يا غالي يا دموع العين سكبة عن الدنيا أنا مالي. مين يحن علينا مين من بعدك يا نور العين مين يحن علينا مين من بعدك يا نور العين حضن يجمع تروح وترجع يا غالي إلنا بالسلام. بسم الله بنحمق وعنا المسرح. تروح وترجع بالسلام يا غالي يا باسل حتضل معانا لكن إن شاء الله بالسلامة إلك لبابا لما ترجع إن شاء الله للأردن. تحية لباسل العدوان ولأدائه الجميل. لجنة التحكيم كيف كان أداء باسل؟ نبدأ بعمو براء تفضل. باسل الله يعطيك العافية اليوم أديت أداء جيد جدا 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 تمكن حلو من اللحن الطبقة كانت منيحة الحمد لله مناسبة لصوتك بشكل عام الأداء ممتاز فلتت شوي بس أحد المقاطع بس كان بشكل عام الأداء كثير كثير ممتاز يعطيك العافية. شكرا يا أستاذ براء. أستاذ خالد بالسلامة حبيبي يا بابا سمعتها كثيرا على مسرح كنز كيف كانت اليوم مع باسل؟ بس قبل ما أحكي نفسي أفهم شو التقييم يعني لو مدرس مثلا بالمدرسة يعني جيد جدا 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 هذا يكون ايش بعد الممتاز خمس مرات مثلا ولا لا خصوصي أخي. ولا ممتاز كله جيد جدا معروف يعني. ممتاز دائما بعدين ممتاز فجدا جدا 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 يعني ممتاز العشرة لا عجبتني صراحه يعني هاي بنعملها غنيه لحالها سلوغن جيد جدا 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 لا جدا 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 لا لا ثلاثه بس طيب باسل حبيبي اليوم عملت شيء كثير حلو انا الغنيه هاي بحبها وبتأثر فيني عملت شيء حلو برافو عليك عم بتتطور من حسن إلى أحسن بتمنى لك التوفيق إن شاء الله تعالى وبرافو عليك. شكرا يا أستاذ خالد. أستاذ مراد كيف كان أداء باسل؟ باسل العدوان صدقني أنت أجمل فنان
يا سلام. الله يوفقك، أدائك كثير 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 جميل في هاي الأنشودة وفي غيرها زي ما عودتنا. مثل ما حكى أستاذ براء، كان في الدخول عندك في البداية شوية ضاع منك تيون، ولكن رجعنا مسكنا. يعطيك ألف عافية، أدائك ممتاز. شكرا يا عمو مراد، وشكرا لباسل العدوان. أكيد بعد باسل إحنا مكملين ومستمرين مع بنت المغرب هاجر الزرهودي بعد التقرير. بالموج حبت عيني هلا هلا هي، هربوا من وجعه ظلموا هلا هلا هي. ركب الموج حبت عيني هلا هلا هي، هربوا من وجعه ظلموا هلا هلا هي. يا رب يكون تم عن حسن عن حسن ظن اللجنة. هاجر ما شاء الله حلو باللون الكوميدي، خلينا نقول الدرامي شوي. أدائها على المسرح دائما لا يولى عليه ما شاء الله، متمكنة وثقة زايدة بشكل عام، ممتاز ما شاء الله عليها، يعني متملكة في المسرح هيك، يعني مسيطرة، أداء حلو، أداء درامي جميل، أسرة الجمهور. فكل التحية والتحضير لهاجر، برافو عليكم. هاجر على المسرح بنحسها كأنها بتنصهر داخل إيقاع الأنشودة، فبتكون أصلا يعني دائما جسمها عم يتحرك على سرعة الأنشودة وعلى مع الإيقاع، بتعمل سينك بينها وبين الإيقاع بشكل كثير رائع. بتجتهد في بعض العرب وبعض الحركات، ما كانت بتقلد عمو براء في الأداء. خلي نهار يا جال حضاف نهارك، شوفي حسان
اخر النهار حنشوف كيف كان اداء هاجر الزرهودي بعد ما نسمع من لجنة التحكيم أدائهم في آخر النهار، وحنأخذ النتائج منكم أكيد آخر لبرايم بإذن الله. أستاذ مراد كيف كان أداء هاجر؟ يعطيها ألف عافية هاجر. المغرب العربي بيجمع بين لونين متباعدين، اللي هو اللون اللي بدي أحكي عنه اللون الإفريقي اللي فيه العرب الكثيرة السريعة، وبين العروبة والفن الأصيل. هاجر اجتمعوا فيها هذول الاشيين الرائعين، ما شاء الله عليها. تمام. هاجر من ميزاتها انها بتجيب لك عربة في مكان صعب اصلا تجيب فيه عربة، صعب تعمل فيه عرب، موسوعة عرب، كل غنائها عرب. ما جميل. شاء الله عليها. جميل. ابدعت في هاي الانشودة، حاولت تستعرض في النهاية في غنت شيء اللي احنا بنسميه اللي هو الثيرد، لحن بيكون على استقرار ثاني متآلف مع اللحن الأساسي، يعني بتغير في الطبقة أو حتى في بعض الأحيان في المقام، ولكن بتكون على شيء متآلف مع اللحن الأساسي. تمام. طبعا مهارة صعبة، كثير صعبة، أدتها بحرفية عالية بدون أي نشاز، كانت كثير رائعة. أنا بنظري اليوم هي أبدعت، ما شاء الله عليها. شكرا يا أستاذ مراد. أستاذ خالد. هاجر، اليوم عملت كثير شيء حلو، أنا مبسوط منك، ما شاء الله عليك، تعلقتي أغنية مو سهلة، بتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وهلا وسهلا. شكرا يا أستاذ خالد. أستاذ براء. فعلا اليوم أنا بالنسبة إلي هاجر كانت أفضل برايم على الإطلاق، من أفضل برايمات كل اللي عملتها، كانت اليوم أفضل شيء. وثني على كلام مراد، فعلا هي عملت الهارموني بشكل كتير حلو، كتير ممتاز يعني، على باحترافية عالية، وفعلا تصرفت تصرفات كتير حلوة اليوم الأغاني، فكانت اليوم أفضل برايمات بالنسبة في وجهة نظري يعني. ويعطيك العافية وإن شاء الله مزيد التقدم إن شاء الله يا رب. هاجر، إيش بتحب تحكي للجنة التحكيم؟ كنت بغي نقول لجنة طيور الجنة، لجنة التحكيم، كنت بغي نقول لها كنشكركم بزاف، لحقاش يعني كتعطوني النصائح والملاحظات، وإن شاء الله نكون عن حسن ظنكم، وإن شاء الله كيف ما قال أستاذ براء رح أعطي كل ما عندي إن شاء الله، و رح كون عن حزن ظن إن شاء الله. شكرا يا هاجر، نتمنى لك التوفيق. تفضلي عند عصوم براء، شرحت لك هاجر إيش اللي قدمت لها هي، فتفضل أنت اشرح لنا إيش قالت. عفوا، يا مرحبا. حياك الله. حرام عليك، والله واضح. لا تمام، يمي. شكرا. أكيد. يعني أكيد تشكر أعضاء لجنة التحكيم. أنا بس كنت حاب أسأل الأستاذ براء على موضوع الأطفال اليوم، إحنا عم نوصل لدرجات متقدمة في موضوع أدائهم، وأكيد مثل ما تفضل أستاذ خالد قبل شوي إحنا عم نختار بين الجميل والأجمل. صحيح. التقييم أكيد على الصوت. الآن إحنا بمرحلة متقدمة كعضو لجنة التحكيم، إيش الأساسيات اللي أصبحت ثابتة عندك في اختيار الأطفال؟ هلأ بعد ما وصلنا لهالمرحلة بصراحة الكل عم يؤدي تقريبا أداء ممتاز، الكل عم يؤدي بالطبقة، ما حد حدا يخربت مثل أول بالطبقة وكذا، عم يجيبوا صح، فبدك تكون انت كتير دقيق كمان بالحكم لانه مشان ما تظلم حدا حرام. في شغلات مثلا معينه صغيره، مثلا هاد التصرفات عرب زياده احلى، هون واحد نشز شوي، طلع شوي عن القفل غلط شوي، نكتبها ملاحظات ونحط عليها درجات، والا الكل حيطلع معنا كنوز. هن فعلا أكيد. كلهم كنوز، ولكن عم نحاول نكون كتير دقيقين حتى بالدرجه وبالدرجتين، يعني عم بتفرق معنا الموضوع، والله يسر إن شاء الله ما نظلم حدا وكلهم كنوز بالآخر. ربنا يوفقهم جميعا. المعتصم بالله في غرفة النجوم، وصلتك هاجر، إليك الميكروفون. بنرحب فيكم من جديد بغرفة النجوم، معنا باسل وهاجر. باسل، شو عندك صفحات على مواقع التواصل؟ عندي صفحات على الفيسبوك وعندي صفحات على الانستغرام. أها. كيف تفاعل الجمهور على هاي المواقع؟ تفاعل الجمهور كتير كبير وبيضل يحكوا معي كتير. أها. نتمنى لك التوفيق يا باسل. هاجر، لجنة التحكيم أعطوك نصائح، راح تعملي بهاي النصائح وتأدي فيها إن شاء الله إذا تأهلتي لمراحل القادمة. إن شاء الله، اللي بغى الله إن شاء الله. نتقدم وأكيد إن شاء الله.
نتمنى لكم كل التوفيق. بس قبل ما نروح عند عمو برهوم بدنا نضيفهم بورقات. تفضل. تفضلي يا هاجر. نرجع لك عمو برهوم. صحة وهنا يا معتصم للكنوز اللي معاك اللي عم بياكلوا من بورقات. تحية لبورقات راعي هذا البرنامج وأيضا لعصائر سانتوب وعصير جنى ومطاعم مقدادو. بعد البريك حنرجع للبنت الصغيرة الفلسطينية اللي لسه بعمر الورد بعد الفاصل. غريبا يا أمينة إن شاء الله أنت وكل الأحرار في كل عالمنا العربي يشوفوا الحرية بإذن الله. حرية أوطاننا وهي تنعم بالسلام، تنعم بالأمان، تنعم بكل الخيرات والبركات. تحية لأمينة كرم في هذا الأداء، وتحية لفرقة التمثيل التي كانت معانا والاستعراض. تحية لكم جميعا. أمينة، كلمة في هذا المقام عن الحرية وعن بنت صغيرة الفلسطينية. أول حاجة أنا فرحانة بزاف حيت غنيت على هاد البنت الفلسطينية. يعني إلا كنت أنا ذكرتها كاين بزاف ديال الناس ما ذكروهاش، وأنا فرحانة بزاف حيت قدرت أنني نمثل ديك البنت. وهذيك البنت يعني بصح فخر لينا كاملين وفخر العالم كامل. وكنتمنى ربي يفرج على اخواتنا في فلسطين وسوريا، ويا ربي تفرج الكرب ديالهم. وكنبغي نقول لهم بان احنا قلوبنا معاهم، وكندعي لهم بالصبر وباش يدير ربي تاوي ديال الخير. شكرا يا امينه، وانت فعلا بنت تمثل الخير وتنشر السلام وتنشر رساله هادفه في اغانيها واناشيدها المميزه. احنا وياكم بعد ما شفنا اداء امينه حنكمل مع كنوزنا مع بنت لبنان. اليوم حنسمع أحلى الألحان بعد ما نشوف تقرير زينب مكحل. أنا رح اشتاق لرفقاتي الكنوز كتير، ولقعداتنا سوا، ولأنه أول مرة بتعرف على أولاد وأطفال من دول العالم
ماني شايفتها وما بعرفها كتير، وبتمنى للكل التوفيق، وما بتمنى انه لحدا انه شيء مش منيح، بالعكس بتمنى الخير للكل، وبحب اني انا اربح. انا في وقت سافرت فيه الماما على تركيا، وكانت اول مره بتبعد عنا هي وخاله، فاشتقت لها كثير وبلشت ابكي، ووقتها الفت غنيه لإلها خلتها هي كمان تبكي وقتها بعثت لها اياها، وحسماكم مقطع صغير منها. ولأنه كمان فيها فائدة وبيعلموا الناس أشياء والولاد، وبحب كمان غنية بنحيي لأن هلا أمينة كرم لأنه حلوة وبحسها أنه بتلبق لصوتي، وأمينة كمان كتير بحبها وبحييها. شوف على الكرسي وما بيمشي، لكن ما راح بيملى الدنيا، لعب رياضة وفن وكل شي، وعيونه ما عم بتأدي بأسلوبها البسيط الجميل، ما راح أحكي متواضع لأنه بسيط وجدا مرتفع مستوى، بيدخل القلب مباشرة. رائعة، أحسنتي. عسل على عسل، برافو عليك يا زينب، أبدعتي ما شاء الله عليك. زينب اليوم أدائك كتير حلو ما شاء الله، صوتك عم يعطي باور جميل، أدائك فيه تمكن. الله 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 الله.
حبيبي حبيبي نصفين عن بعض افترق والقمر اللي طانسك نصفين عن بعض افترق طه مؤيد من الحق كلام صدق كله الله يا ما شاء الله يا زينب برافو 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 احسنت يا زينب الله عليك الله ما شاء الله ما شاء الله عمو خالد وعيوني تشتاق له اداء زينب وابداعها على مسرح كنز الله وانا كمان عيوني واداني كمان يشتاق ليسمع صوت يا سلام يا سلام يا سلام برافو يا زينب فابدعتي وتألقتي وعم تعمل شغل يعني أنا بصراحة ما بعرف أعمل صح صوتي يعني بس يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك رائعة 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 جدا برافو برافو يا زينب عم براك كنت عم بتغني معاها ما شاء الله متجلي الأمور أي أنا ما قدرت صراحة تفاعلت كتير وكنت حابب يعني كنت دويتو معها بس ما قدرت طالعوني من هون فما بيطلع لي أي على ولد عمو خالد ما بيطلع لي صراحة مالي الطبع عالي علي والله ما بتقدر على منافسة أيضا اليوم عملت شغل كتير حلو هلأ عند زينب شيء حلو كتير وبنفس الوقت ممكن بيتعبها شوي إنها بتعطي أقوى ما عندها في الغناء يعني كأنه ما في مايكات ما في شيء كأنها بتغني على مسرح تسمع كل اللي قاعدين هون فبتعطي باور قوي كتير فالله الله الله فبتشد حالها فصوتها يا حرام بيتعب بحس فيها أنا فلذلك نحن أحيانا لما نكون على مسرح أو في مايكات أو في باستديو ما بنشد حالنا كتير خاصة إذا الغنية فيها إحساس تمام فبنغني على هذا الله 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 أوكي فبنغني هيك عشان ما نتعب حالنا لما نكون على بدون قاعدة بالله بديوانين أبو الوليد لما نكون قاعدين بالصالة عنده وقاعدين 100 واحد عازمنا على مقداده ساعتها ايه بنعلي صوتنا قد ما فينا صح؟ ديوانية وعازم على مقداده اهلا وسهلا حيل قوية كلكم عازمين على العشاء اليوم ان شاء الله في الديوانية؟ اهلا وسهلا اوكي شكرا يا عمو براء استاذ مراد شريف كيف كان اداء زينب؟ كان اداءها جميل زيها زي روحها الحلوة وابتسامتها الجميلة أنا كثير بعشق صوتها بصراحة ما شاء الله وبعشق البساطة اللي فيه دائما الصوت البسيط بشدني يعني هاي طبيعتي فبصراحة كثير حبيتها واللحن أصلا لحن يعني لحن بيجبرك إنك تأدي بطريقة معينة فاللحن بسيط وسهل لدرجة إنه يعني يدرج عند العوام بالدرجة الأولى أدته بشكل كثير ممتاز أحسنتي يا زينب رائعة كل الحب والتقدير لزينب ولأدائها الجميل الآن زينب حتتفضل ولجنة التحكيم والتقييم حيعطونا رأيهم بأداء زينب وإحنا والمشاهدين راح نروح لمسك الختام وختام المسك في حلقة هذا اليوم مع ابن سوريا ياسين الرجب وهذا التقرير أنا أوجه كلمة للنجوم نجوم طيور الجنة إنه إن شاء الله يعني إذا أنا كنت كنز هذا العام إن شاء الله راح يعني تشوفوا راح تشوفوا مني إنه شيء يعجبكم إن شاء الله أما رسالتي إلى الكنوز إنه إن شاء الله يعني علاقتنا وصحبتنا تظل مثل ما هي إلى ما بعد كنز الرسالة اللي بعدها للجمهور يعني واللي عم يشوفوني هلا إنه اجتهدوا
واشتغلوا على أنفسكم يعني لتوصلوا للمرحلة اللي أنا وصلتها. صدى صوتك يناديني ولا أندى ولا أطهر، يا أمي يا بعد عيني على فراقك أنا مقدار. يا ماما أحلى كلمة ترن في سمعي ودايما بتعن، يا ماما أحلى كلمة ترن في سمعي ودايما بتعن، وفي الدنيا قلبي أحن ومثلك ما ألاقي بشر، وفي الدنيا قلبي أحن ومثلك ما ألاقي بشر. والشرطي اللي بنهار وليل وينظم المرور، والجندي واجه أخطر ويمنع عن هالناس شرور. قدامك مستقبل رائع لو تبتاش وما بتختار. هي ياسين يتألق ما شاء الله عليه، سيطر على الطبقة وعم بيأدي أداء حلو، وفعلا غنى أغنية تليق به، هو نجم فعلا وبلالي. كل التحية لياسين رجب. أنت ما توقعت أنه يطلع منه هيك أداء راكز كثير صراحة، ما شاء الله عليك أبدعت إلى الأمام إن شاء الله. ياسين دائما أداء نجم ما شاء الله عليه، مبدع، تمكن عالي، في باور بصوته، بشعر انه صوته يعني ثابت ماكن. ما شاء الله يا عيني عليك يا ياسين. لجنة التحكيم عمو خالد، أداء ياسين في لما نستشهد من روح الجنة. يعني ما ضل حكي، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
من تألق إلى تألق إلى تألق إلى تألق، زي كيف هاي جداً 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 جداً, 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 جداً. تألق تألق تألق. أيوة ما شاء الله عليك. جاي عليها بصراحة. برافو عليك يا ياسين، أبدعت كما العادة، مش غريب عليك، أتمنى لك كل التوفيق، برافو عليك يا بطل. شكراً يا أستاذ خالد. الأستاذ براء كيف كان أداء ياسين؟ ياسين ما شاء الله عليك، ما بنخاف عليك، لا لا ممتاز، ما في جدا 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 هالمرة، أداء ممتاز جدا وحدة، أوكي، بس أنا يعني توقعت تعمل شغلات جديدة ما سمعت قبل هيك، فهي الغنية هي بالذات، يعني هيك كنت عم بستنى حركات وطلعات ما سمعت قبل هيك في الغنية من ياسين، لكن كان الأداء رائع جدا ممتاز، بس كنت عم بستنى شيء هيك انبهر قول واو سلطن. وين هذا اجى هذه؟ منين جبت هاللقطه هاي؟ بس ان شاء الله المره الجايه. شكرا يا استاذ براء. استاذ مراد كيف كان اداء ياسين؟ يا اخي المتسابقين حيرونا اليوم، جد حيرونا، تعبونا، ما ظل كلام حلو نحكيه. ياسين انا بدي اسميه يعني الفنان صاحب الذوق الرفيع في صف العرب بشكل كثير جميل، بحسه بيرسم لوحة هيك معينة، وعربه هي عبارة عن يعني شو بدي أحكي، عبارة عن الزخرفة الواضحة في هاي اللوحة. مبدع مبدع مبدع، وحاسس إنه كثير مبني على أساس كثير قوي من الناحية الأدائية والإنشادية. يعطيك ألف عافية، أحسنت. شكرا يا أستاذ مراد. إيش بنقول للجنة التحكيم؟ شكرا على التشجيع، وصراحة خجلتوني. حبيبي ياسين هذا أدائك أكيد، اتفضل، عم بيستنوا فيك في غرفة النجوم. أستاذ خالد قلنا للأستاذ براء ساعة عن ساعة الأمور عم بتروح باتجاه بالنسبة للجنة التحكيم في مسؤولية أكبر، وفي أيضا للجمهور اللي عم بيتابع بيشوف شيء أرقى. لحظات اختيار الكنز اللي حيكمل أو يغادر بالنسبة للجنة التحكيم بيكون اختيارها أكيد بناء على النسب. اليوم أداء الأطفال، اليوم سمعنا ياسين ختمنا فيه، الست كنوز اللي كانوا معنا اللي سمعناهم اليوم، تقييمك قبل ما نشوف أكيد النتيجة النهائية. بتعرف أنه عن جد إحنا بنواجه صعوبة شديدة جدا، خاصة أنه الدرجات متقاربة بشكل كبير، يعني ما في فرق كبير يعني أبدا. عرفت درجة إنه يعني بنقول لو في كمان نص درجة ربع درجة، يعني مثل الربع تون تبع براء تاعت مراد. مراد عفوا سوري، الربع تون هذا غير ربع كيلو قهوة، شايف كيف؟ فبصراحة في صعوبة شديدة جدا، إن شاء الله إنه نقدر فعلا نختار الشيء اللي يعني بيمثل أغنية الطفل المميز. هون طبعا كلهم بيمثلوا، بس الشيء الأميز بإذن الله. فيعني إن شاء الله نتوفى بهالشيء هذا، دعونا إن شاء الله يا رب. إلى المعتصم بالله علي عصوم في غرفة النجوم. معتصم، عندك مين من الكنوز الرائعين اللي حتسمعنا رأيهم وأوضاعهم وأخبارهم حتى الآن؟ أهلا وسهلا فيكم، معنا هون بغرفة النجوم معنا زينب وياسين. زينب كيف حسيت أدائك اليوم؟ منيح. طيب عندي سؤال، مين أكثر واحد بتحبيه من لجنة التحكيم؟ كلهم قد بعضهم، ولا واحد هيك يعني أكثر من الثاني؟ لا كلهم أكيد. عم بيطلبوك يا زينب بدنا الأكثر، مين الأكثر بالنسبة لإلك؟ بقول لك الجمهور بدنا مين أكثر واحد. مستحي مو راضي يجاوب. هي حتى لو اختارت يا معتصم، حتى لو اختارت الأكثر ما شاء الله، لأنه النتيجة تقسيم ثلاث، يعني حتى لو بدها تزبط شيء ثلاث من هاي كله الثلاث هجوم والثلاث أقمار هم اللي عم بيختاروا. صح تمام. ياسين انت اديت بشكل جدا رائع، بس عندي سؤال، هل انت كنت تتوقع انك توصل لهي المرحله اللي هي مرحله البرايمات النهائيه؟ والله كنت متوقع، بس يعني التوقع يعني مو كثير، يعني ايه مو كثير يعني شيء. طيب انت مبسوط هلا لانك وصلت هاي المرحله؟ اكيد. بنتمنى لزينب ولياسين التوفيق والباقي الكنوز. تفضل برقات، عندك ابراهيم. واحنا بنشكرك يا عصوم على هذا الأداء الجميل والمقابلات الرائعة اللي عم تعطينا نكهة مميزة في هذا البرنامج مع برقات، راعي برنامج كنز من شركة الوفاق، وأيضا تحية لعصائر سنتوب وعصير جنا، وكل الشكر لمطاعم مقداد اللي كانت تتحفنا بين اللحظة والأخرى
في وجباتها السريعة الجميلة في هذا البرنامج. احنا وياكم رايحين لفاصل وبريك، ومن بعد نواصل فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، خليكم معنا. اسم الله عليكم، ما شاء الله ما خليتوا لي شيء اكله كمان، بس خايف لوزني يزيد. بطمنكم ان شاء الله بعد ما نخلص هلا برتب الامور. عصوم ووليد بطلنا ناكل اللي بعدنا بشراهه ونفس شهيه ومفتوحه على الطعام. لا بطلنا اكيد. خففنا. معتصم حسب الاكل. حسب الاكل. والله برافو عليك. جناوي بياكلوا كثير في البيت الشباب كثير. شكرا يا جنى وعصومي ووليد، احسنتوا وابدعتوا على مسرح كنز بالوزن اللي كان عندكم كتير كبير. احنا وياكم وصلنا الى ختام هذه السهره الجميله وهذه الليله الرائعه بالمشاهدين الطيبين اللي سهروا وكانوا موجودين معنا. ملخص عن اداء كنوزنا الرائعين على مسرحنا لهذه الليله، حنشوف ونتابع ومن بعده نلتقي بالكنوز لنشوف مين حيكفي ومين حيغادر بعد التقرير. شمس
عايش بحرية كرامة وإنسانية خطفوا البحر وإن رمى مين يشيل الخطية مين يشيل الخطية صوتك كان صوتك كان وحدك فيش وحدك فيش. إذن أداء مميز من كنوز مميزين من أنحاء العالم العربي الكبير اليوم وصلوا معنا لهذه المرحلة مرحلة البرايم الرابع. راح نشوف مين حيكفي ويكمل معنا للبرايم الخامس ومين حنسعد فيه في هذه اللحظات ويغادرنا. وأكيد هو كنز أو هي كنز كلهم كنوز مميزين لأنهم وصلوا لنهائيات هذا البرنامج الجميل. في هذه اللحظات أعزائنا المشاهدين في كل مكان وصلنا الآن قرار لجنة التحكيم وتقييمهم لهؤلاء الكنوز. اسمحوا لي شكرا اسمحوا لي أن ألعب بأعصابكم ولا ما في داعي ما في داعي. طيب مين حيغادرنا؟ لجنة التحكيم أستاذ خالد مين حيغادرنا يا أستاذ خالد؟ تفضل. إحنا مو حابين بصراحة ولا حد يغادرنا ولكن سياسة البرنامج والحقيقة إنه كانت يعني عملية صعبة جدا يعني تمام صعبة لأنه العلامات متقاربة بشكل كبير وإحنا في مرحلة متقدمة كمان من صحيح من الموضوع كان جدا محير. فاللي راح يغادرنا هو قريب جدا من اللي راح يغادرنا الحلقة القادمة. كيف ما بين أداؤه في الحلقة القادمة ولا هلا؟ لا شك ما أقصد إنه اللي رايح معنا هناك تمام. فبنحبكم كلكم وبنموت فيكم وبدنا نتغدى ونتعشى معكم وننبسط معكم وبدنا اياكم تبقوا معنا بس لازم في حدا يغادر لحتى نوصل للكنز. خليني اطلب منك هالطلب تعلم مين حيغادرنا اليوم؟ انا ولا طبعا. ولا يمكن ليش؟ على راي اخواننا المصريين ولا تمكن سعاده الباشا صعب براء نحن اصلا ما بنعرف مين حيغادرنا كيف يعني؟ نحن حطينا درجات وانتم بتحسبوها لا وانت يعني هذا اللعب الاعصاب يعني بنعرف نلعب اعصاب احنا لا ما اعوذ بالله لعبتك هاي لعبه ايش لعب الاعصاب اقول مين حيغادر زينب بردان كتير اليوم على مسرح كنز للاسف بردان كتير استاذ مراد مين حيغادرنا مين حيغادرنا انا نبدل والله صعبة بفضل أسمعها من تمك يعني بصراحة أسمعها مني المرة الماضية مؤمن يعني فقد أعصابه بعد التصوير مباشرة من هذا الموقف واليوم شكلها زينب حتفقد أعصابها. إكرام هاجر زينب مؤمن ياسين باسل كلهم كنوز مين فيكم بحب يغادر ويخلي غيره موجود مكانه؟ يا عين عليك يا باسل على الروح الرياضية تحية لباسل برافو عليك. هاي الروح الرياضية اللي حنحكي عنها ابتسامة سلسبيل في الحلقة الماضية لما قلنا لها حتغادر برنامج كنز ابتسمت وقالت هذه طبيعة البرنامج برافو. كنا نتمنى كلكم تكونوا موجودين ومستمرين معنا وكلكم كنوز رائعين. الحلقة القادمة حيكون معنا خمسة منكم واليوم حيغادرنا أحدكم. يا ترى هو أو هي؟ الجواب والقرار كان بإيد لجنة التحكيم. ما في فاصل حتى نخرج له بس في ورقة فيها الاسم
خطوة للخلف. أقول مين؟ هنقول مين؟ ولكن إذا وافق المخرج على مين قول مين؟ لحد هلا مو موافق، قال لي اصبر. كيفه؟ تتوقع تخرج اليوم؟ إيه. لماذا؟ مسألة حد تبقى مسألة أداء كيف بتأدي؟ لو قلنا لك إكرام تتوقع تخرجي؟ والله ما بعرف. زينب إيش توقعاتك؟ بإذن الله لا. بإذن الله لا؟ وإذا خرجت إيش حيكون شعورك؟ دعنا أنا شوي. مؤمن هل تتوقع أنك تخرج اليوم؟ بصراحة ما في صوت. بقول لي ما بعرف. علي صوتك، توقع تخرج اليوم؟ لا. حتكفي معانا؟ ممكن. ياسين توقع تخرج؟ ما فيك تحكي نفس الشيء؟ لا ما في نحكي. برهوم لو قلنا لك انت ممكن تخرج ايش حتعمل؟ ما راح اقول لك حكي سر الدنيا. ليش؟ ولا ايش حتعمل؟ والله يعني راح افرح لانه صحيح هيك طبيعه البرنامج. يا عين عليك، كمان تحيه لياسين الرجب على هذه الروح الرياضيه. برافو عمو خالد. يعني عم تلعب اعصابهم انت نفسك. والله انا متوتر. انت بتحب تكون بهالموقف؟ لا والله طبعا لا، بس انا متوتر. شو اعمل؟ حرام عليك. اذا المخرج بيقول لي كفي شو اعمل؟ حرام 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 عليك يا مخرج. حرام استاذ فادي. حرام حرام استاذ فادي عليك. الحداد بكفينا، اللي فينا مكفينا. آخ من آخر لحظة. آخ طيب كفى معنا خمسة من الكنوز الرائعين بهذه الليلة، وغادرنا أو سيغادرنا للأسف موهبة جميلة أدت أداء جميل، إنما هي طبيعة البرنامج. غادرتنا لهذه الليلة، وليس غادرنا، غادرتنا بنت المغرب هاجر الزرهودي. تحية لهاجر، كل الحب وكل التوفيق للكنوز الرائعين ولهذه الروح الرياضية العالية من أهالي الأطفال ومن الأطفال أيضا. حلقة قادمة بانتظاركم إن شاء الله الأسبوع القادم، فيها من التشويق وفيها من المفاجآت والأصوات والمواهب الكثير الكثير. تحية لكل الكادر الفني والإداري الذي يعمل ليلا نهارا على إخراج هذا البرنامج بأجمل صورة. كل الحب والتقدير لمخرجنا الكبير الأستاذ فادي الحداد ومن معه أيضا كثير أسماء ما فينا عدهم، والاستديوهات فيجن اللي احنا موجودين عندهم. تصبحوا على ألف خير، حلقتنا بانتظاركم الأسبوع القادم إن شاء الله.